واهلا بيكم فيديو جديد مع انجلش فور يو ويز غاده. النهارده الدرس هيعجبكم قوي. النهارده وصف الاشخاص, how to describe people, ازاي نوصف الاشخاص او نوصف الناس. مهم قوي ان انت لما تشوف حد تقدر توصفه كويس. طيب ايه الصفات المستخدمه؟ الصفات بتختلف من حيث الشكل, لون الشعر, شكل الشعر, من حيث شكل الوش, من حيث الجسم نفسه مثلا ممتلئ ولا رفيع, اللبس, الكاركتر. ممكن نوصف الشخص بمليون حاجة. يعني انا اخترت لكم الحاجات المهمة الاساسية اللي المفروض اي حد يكون عارفها. طيب اول حاجه لما نيجي نوصف الشخص من ناحيه الشعر, ايه الصفات المستخدمه لوصف الشعر؟ اول حاجه ستريت, ده بنوصف الشعر ان هو ستريت لما يكون الشعر ناعم منسدل كده, اسمه شعر المنسدل. يبقى مثلا عايزه اقول البنت دي عندها شعر ناعم, she has got a straight hair, she has got a straight hair. طيب لو الشعر مجعد ممكن نقول عليه كلمتين, كيرلي وويفي. كيرلي يعني مجعد, وويفي برضو يعني مجعد, اللي هو ويفي جاي من ويف الامواج, زي شكل الموجة كده. طيب الشعر ممكن يبقى لونج, الشعر ممكن يبقى شورت, الشعر ممكن يبقى بلوند. بلوند اللي هو الشعر الاصفر, ما بقولش عليه يلو, لا بقول عليه بلوند. وبقول عليه كلمة تانية فير, فير يعني برضو الشعر الأشقر. يبقى بلوند وفير الاتنين معناهم الشعر الأصفر. طيب الشعر بقى لما بنيجي نوصفه من حيث اللون, ممكن يبقى بلاك, ممكن يبقى براون, ممكن يبقى ريد. ده الألوان اللي ممكن يبقى الشعر عليه. يبقى وصف الشعر من حيث الشكل ومن حيث اللون, ده أي كل حاجة تخص الشعر. طيب بالنسبة بقى للوجه, طيب لو شكل الوش نوصفه ازاي؟ طيب قدامنا حاجتين او نوعين, نوع من الصفات بنستخدم مع verb to be, ونوع من الصفات بنستخدم معاها has got اللي هي لديه او عنده او يمتلك. طيب امتى نستخدم verb to be مع الصفات دي؟ round faced, dark skinned, thin faced, oval faced. راوند فيسد يعني ذو وجه مستدير. نقولها ازاي؟ هيز راوند فيسد يعني هو عنده وجه مستدير او هو ذو وجه مستدير. دارك سكيند يعني لون البشره اسمر, لون البشره السمراء. نقولها ازاي؟ شيز دارك سكيند. ثين فيسد اللي هو الوش الرفيع, هيز ثين فيسد. اوفال فيسد اللي هو الوش البيضاوي, she's oval faced. يبقى ده نوع الصفات, ده بنستخدم معاه الفاعل وverb to be والايه والصفه. طيب في انواع تانية بنستخدم معاها has got اللي هي زي thin face, round face, dark skin. هي نفس المعنى بس الاختلاف في تكوين الجمله. الجمله هنا بنستخدم معاها هنا has got وهنا verb to be. طيب عايزه اقول هي عندها وجه رفيع, she has got a thin face, she has got a round face, she has got a dark skin. ده استخدام النوعين من الصفات ديت, انواع بنستخدم معاها verb to be وانواع بنستخدم معاها has got. طيب كده قلنا من ناحيه الشعر ومن ناحيه شكل الوجه. طيب الجسم بقى من ناحيه شكل الجسم. طيب الجسم ممكن يبقى ممتلئ, ممكن يبقى نحيف. طب بنقولها ازاي؟ plump يعني ممتلئ, slim يعني نحيف. plump woman, she's plump woman, هي امرأة ممتلئة. she's slim woman, هي امرأة نحيلة او رفيعة. طيب الرجالة بقى, الصفات دي تخص الرجالة. كلمة bald, bald يعني اصلع. he's a bald man, he's a bald man, هو رجل اصلع. من ناحيه اللحيه بقى والشنب واللحيه والحاجات دي, بيرد اللي هي اللحيه,
He has got a beard. He has got a beard. هو عنده لحية. برضو نفس الكلام. He has got a mustache. He has got a mustache. هو عنده شنب. يبقى الثلاث صفات دولت يخصوا الرجالة اللي هي bald و beard و mustache. طيب من ناحية بقى اللبس او الشكل العام كده للشخص. شخص ممكن يبقى بيلبس كويس او بيهتم بتفاصيل صغيرة في لبسه، وممكن شخص يبقى مبهدل كده في نفسه، وكلنا عارفين طبعا وقابلنا الاشخاص ديت. طيب لو شخص بقى بيهتم بلبسه كده وبيلبس كويس اسمه well dressed. well dressed well dressed يعني شخص بيهتم بلبسه. طيب لو حد بقى بيبقى مبهدل في لبسه كده اسمه messy looking. he has got a messy looking. هو شكله مبهدل. وبرده untidy looking شكله مبهدل برده نفس الكلام. طب لو شخص وسيم، الشخص الرجاله اللي بتبقى وسيمه ديت اسمها handsome. handsome يعني وسيم. طب لو شخص ذكي smart. smart يعني ذكي. handsome smart. طيب لو حد جسمه كويس اللي هو عنده عضلات كويسة اسمه well built. well built يعني person who has got a good muscles. person who has got a good muscles. شخص اللي عنده عضلات اسمه well built. دي كل الصفات المهمة في استخدام الوصف للأشخاص. مهمة قوي، لازم الكل يكون عارف على الأقل الحاجات الأساسية ديت اللي هي وصف الشعر، وصف الوش، وصف الجسم، وصف الملبس. الحاجات دي أساسية قوي لوصف الأشخاص، لازم نكون كلنا عارفينها. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني دايماً.